السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة من أدوات التسريح في برنامج كريتك اسمها نافيت ار اي اكس. أول حاجة بتعملها تختار الحاجة اللي أنت عايز تسلحها، وبعد كده تبدأ تختار مثلا أنا عايز أسلح البيمز. أول حاجة أعملها أدخل في السيتنج عشان أتأكد إن أنا مسلح حسب كل اللي أنا عايزه، والبروفايل أبدأ أختار. ممكن تعمل اد للداتابيس اللي عايزها، او تعمل ريموف، او تقول لا موف سيلكت خليها هي الاب بالشكل دوت. ممكن تقول فولتس، تبدا تشوف الاختيارات اللي انت عايزها. وبعد كده هنا بتختار بقى شكل الجيومتري، تبدا تختار المسافات اللي انت عايز تشتغل عليها. ال S1 هتبقى قد ايه، البارس الريشنال توب بارس هل انت محتاج تضيفها ولا لا، والبوتوم هل انت عايز تضيفها ولا لا. وبعد كده لما تخلص خالص هتقول له اوكي، فهو بيبدأ يعمل لك التسليح. طبعا زي ما شايف الاختيارات افضل بكتير من الاختيارات الافتراضية اللي موجودة في الريف. طيب خلينا نيجي هنا عند الموديفاي وقول له انا شايف 3D بالشكل دوت، بحيث انها تظهر معاك. بالشكل ده